البداية من الحرائق في الأردن، حيث أصيب اثنان من كوادر الدفاع المدني أثناء إخماد حريق في غابات في محافظة جرش بحسب ما ذكر مصدر أمني للمملكة الأربعاء. وتحدث مصدر عن إصابة بردود بسيطة والثانية نتيجة إرهاق خلال التعامل مع الحريق. وقال المصدر نفسه إن كوادر الدفاع المدني تتعامل مع حريقين في محافظة جرش، الأول في وادي الشام في بلدة ساكب، والثاني في منطقة خشيبة في قضاء برمة. وأضاف المصدر بأن الحريقين تحت السيطرة وتم منع تمددهم، فيما تقوم كوادر الدفاع المدني بتبريد المنطقة. قالت وزارة الزراعة إنه تمت السيطرة بشكل أولي بعدما تجددت حرائق مناطق حرجية في وادي الشام بين محافظتي جرش وعجلون، وفقا للناطق باسم الوزارة لورنس المجالي. وقال المجالي للمملكة إن الفرق المختصة تعمل حاليا على إجراءات التبريد لموقع الحريق، حيث إن كوادر الدفاع الوزارة تتعامل مع الحريق من خلال آلياتها لفتح طرق خطوط النار للموقع ومحاصرته. وسنوافيكم بتفاصيل هذه التطورات لاحقا وخلال هذه النشرة. أرحب مباشرة بمساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعة المهندس خالد الإقضاء. أهلا ومرحبا بك معنا مهندس خالد. التطورات الأخيرة، الساعات الأخيرة، ماذا حملت؟ هل تمت السيطرة فعليا على جميع الحرائق في هذه المنطقة؟ اهلا وسهلا اخي عبد الله، الله يعطيكم العافيه جميعا في قناه المملكه ومشاهدين قناه المملكه. اهلا بك. حقيقه هذا اليوم اندلع الحريق للمره الرابعه مع ارتفاع درجات الحراره في ظهر هذا اليوم، وتم السيطره عليه في اقل من ساعتين الحمد لله بجهود كوادر الدفاع المدني وكوادر الحراج المتواجدين في الميدان منذ حوالي 5 أيام. تم السيطرة على هذا الحريق، والحمد لله حاليا في مرحلة تبريد ومراقبة للمواقع الموجودة في مناطق وادي الشام وكرم عقاب ومناطق الحسينيات في منطقة جرش، سيما وأنه هذه من الغابات الكثيفة والتي تمتاز أيضا بطبوغرافية صعبة في المكان. نعم، يعني تتحدث سيد خالد بأنه المرة الرابعة سبب التكرار في اشتعال الحرائق في عملية الاشتعال، والمرة الرابعة خلال كم من الفترة وكم من الزمن؟ أخي عبد الله، بدأ الحريق في ظهيرة يوم الخميس الماضي وتم السيطرة عليه في نفس اليوم، تجدد في يوم الجمعة، وأيضا تجدد مرة أخرى يوم السبت وتم السيطرة عليه أيضا وانتهى نهائيا. في هذا اليوم اندلع حريق جديد في نفس منطقة غابات وادي الشام، وكانت كوادر وزارة الزراعة وكوادر الدفاع المدني متواجدين بإعاز من معالي الوزير سابقا أنه ما يتم ترك هذا المكان ويقع تحت المراقبة، وأيضا هناك خطة بإعاز من معالي الوزير أيضا لفتح الطرق وفتح خطوط النار في الموقع حتى تسهل عمليات انتقال آليات الدفاع المدني والزراعة للسيطرة على أي بؤرة حريق تتجدد لاحقا. طيب، يعني لنفهم فقط ولنوضح الصورة، 4 مرات خلال أسبوع تقريبا منذ الخميس إلى اليوم الأربعاء، خلال 7 أيام تجددت الحرائق بعد السيطرة عليها. الأسباب لتجدد الحرائق مهندس خالد، هل هي معروفة لدى الوزارة؟ الإجراءات بعد الحريق الأول يوم الخميس، ما الذي اتخذته الوزارة في مسألة تحديدا الحراج والمراعي في هذه المنطقة من إجراءات؟ أخي عبد الله، منذ اليوم الأول، منذ اندلاع الحريق في اليوم الأول، تم الإعاز من معالي الوزير بفتح تحقيق في الأسباب التي تؤدي إلى نشوب مثل هذه الحرائق، والجهات الأمنية حاليا تقوم بعمليات تحقيق ومراقبة للمنطقة بشكل عام. هل وصلتم إلى نتيجة في التحقيقات الأولية منذ يوم الخميس؟ سيدي، التحقيقات الأولية لدى الجهات المعنية، وهناك سرية في الإفصاح عن أي معلومة لحينما يتم التوصل إلى أي مشتبه به ويثبت عليه لا سمح الله. لا نتحدث عن مشتبه به سيد خالد، ولكن بتحقيقات أولية، هل هو بفعل فاعل أم أنها حرائق معتادة بسبب ارتفاع حرارة الشمس؟ أخي عبد الله، الحريق في موجات الحر
قد يكون بفعل فاعل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا الفعل مقصود أم غير مقصود، هنا السؤال المهم. طبعا المنطقة تشهد يعني حركة لمزارعين ومواطنين ومتنزهين في المنطقة، وقد تؤدي بعض نشاطات هؤلاء الموجودين في المنطقة إلى نشوب الحريق بطريقة إما مقصودة لا سمح الله أو غير مقصودة. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون غير مقصودة. طيب يعني اعذرني على السؤال، ولكن يعني منذ تجدد الحريق أو بداية الحريق يوم الخميس واليوم نتحدث عن مرة رابعة، في هذه المرة الرابعة لماذا حدثت هذه الحرائق إذا كانت فعليا بفعل فاعل، أم أنها من ارتفاع حرارة الشمس؟ والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ألم تكن كافية مع الجهات المعنية في منطقة التبريد وعملية الحرص على عدم التجدد لهذه الحرائق؟ أخي عبد الله، حتى تكون أنت والمشاهدين بصورة الواقع، المنطقة التي تشهد الحرائق هي منطقة ذات طبوغرافية صعبة وحادة وقاسية في نفس الوقت، يتم التعامل مع الحريق أولا بأول، سيما وأن الكوادر موجودين بحالة مراقبة على مدى 24 ساعة. أيضا آليات وزارة الزراعة تقوم بفتح خطوط النار وفتح الطرق لهذه المناطق الوعرة جدا لسهولة دخول الآليات، وأيضا يوجد عندنا دوريات وطوافين راجلين لمراقبة الغابات الموجودة. حقيقة هذه الغابات تمتاز بكثافة حرجية لدرجة أنه يعني ممكن وانت بتراقب من موقع يشب الحريق في موقع آخر، فهي تحت المراقبة وتحت السيطرة الحمد لله. حاليا احنا اليوم انهينا الحريق والحمد لله، كوادرنا بعملية تبريد ومراقبة حثيثة للموقع ليلا ونهارا خوفا من تجدده مرة أخرى. إذا كان لا سمح الله هذا الحريق ينشب بفعل فاعلين، فأيضا الجهات الأمنية على درجة عالية من القدرة لكشف هؤلاء المفتعلين للحرائق في الغابات، وإحنا من خلال منبركم منبر المملكة رسالة بنوجهها لجميع مرتادي الغابات وجميع المستفيدين من الغابات والمجاورين والمواطنين اللي بيرتادوا هاي الأماكن، إنه يبلغون عن أي سلوك خاطئ لا سمح الله أو سلوك مسيء للغابات، حتى يتم إبلاغ الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات لردعهم عن إشعال مثل هذه الحرائق. طيب الآن الوزارة أعلنت بشكل واضح بأن هناك بؤر ساخنة سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة نظرا لارتفاع حرارة الطقس، والتوقعات من خبراء الطقس بأن تجدد الارتفاع لدرجات الحرارة سيكون متوالي ويوم الجمعة أيضا، وبالتالي الآن كيف تتم عملية السيطرة أو على الأقل احترازيا ووقائيا للمناطق والبؤر الساخنة التي منتشرة في الغابات في المملكة؟ أخي عبد الله، وزارة الزراعة تعمل منذ بداية الصيف على إعداد خطة لمواجهة فصل الصيف بخصوص نشوب الحرائق في الغابات وفي المناطق التي تشهد زيارة المواطنين وارتيادهم لغاباتنا. هناك أبراج مراقبة في المناطق اللي بتواجد فيها الغابات، أيضا هناك دوريات متحركة وهناك دوريات راجلة في الميدان، وهناك غرفة عمليات رئيسية في مديرية الحراج للتواصل مع الدفاع المدني ومع زملائنا في الميدان لكشف أي بؤرة حريق في اللحظات الأولى والإبلاغ عنها. أيضا بنعول على دور المواطنين في هذا الأمر بإبلاغ مديرية الزراعة القريبة منهم وإبلاغ غرفة عمليات مديرية الحراج والدفاع المدني في حال ملاحظتهم لأي أبخرة أو أدخنة تخرج من الغابات، حتى يتم مكافحة هذه الحرائق والسيطرة عليها أولا بأول قبل توسعها. نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاء، شكرا لك. للمزيد أيضا حول حالة الطقس في الأيام القادمة، ونتحدث أيضا عن حالة الطقس في الأيام الماضية، أرحب بالمستشار الجوي لطقس العرب السيد جمال الموسى. أهلا ومرحبا بك معنا سيد جمال. أريد أن أبدأ معك بما هو متوقع خلال الساعات القادمة، ومن ثم أيضا ندخل في نقاش حول هذه الحرائق وأسبابها. بداية الساعات القادمة، ما الذي تحمله للمملكة من ارتفاع لدرجات الحرارة؟ مساء الخير أخ عبد الله إليك، ومساء الخير لجميع المشاهدين. فعلا الأجواء حارة، وبدأت المملكة تتأثر بالموج الحارة اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي،
واستمرت طيلة هذا الأسبوع وستستمر أيضا خلال الأيام القادمة حتى يمكن نهاية الشهر، وما بدي أتطرف وأقول إنه ممكن حتى تبقى للأسبوع الأول من شهر آب. فإذا الموجة حارة مستمرة، درجات الحرارة أعلى من المعدل، أيضا درجات حرارة عالية، وبالتالي كتلة هوائية حارة بتأثر علينا وبتستمر الأجواء حارة وجافة. اليوم كانت يعني هلأ قبل شوي بحدود الساعة 5 أو بحدود الساعة 6 كانت درجة الحرارة بحدود 34 في عمان، معنى ذلك أنه في العقبة في الأغوار بحدود 40 وأيضا في البادية الشرقية. إذن درجات حرارة عالية أعلى من المعدل بشكل واضح، وبتستمر غدا الخميس والجمعة، ومن ثم تعاود الزيادة في درجات الحرارة مرة أخرى اعتبارا يوم السبت، والأحد والاثنين بتكون أعلى درجات حرارة تقريبا ستسجل خلال هذه الخمسة أيام اعتبارا من اليوم وخلال 5 أيام أو 6 أيام القادمة. يعني الآن بتوصل العظمى كانت بحدود 35، غدا الخميس بحدود أيضا 34-35 في عمان، الجمعة أيضا بحدود 34-35، لكن السبت ترتفع لحدود تقريبا يوم السبت بحدود 35-36، والأحد والاثنين ممكن توصل ما بين 37-39 درجة مئوية في عمان. نعم. يعني معنى ذلك في العقبة ما بين 43-55، كذلك في الأغوار والبحر الميت، وكذلك في المنطقة الشرقية والمنطقة الصحراوية من البلاد. إذن الموجة الحارة موجودة، التذبذب أو التغيير في درجات الحرارة هو ضمن الموجة الحارة، يعني ممكن تنخفض درجة إلى درجتين زي ما حدث أمس واليوم وغدا وحتى يوم الجمعة، لكن أيضا ترتفع ارتفاعات كبيرة في الأيام القادمة اعتبارا يوم السبت، وذروتها راح تكون تقريبا يومي الأحد والاثنين تقترب من 40 درجة، وزي ما حكيت ما بين 37-39 كمعدل، وممكن أيضا تقترب من 40. والموجة طويلة صنفناها منذ أسبوع وقلنا هذه الموجة متوسطة الشدة من حيث درجات الحرارة، لكنها أيضا طويلة من حيث المدة الزمنية. ومن أيضا التنبيهات اللي كنا دائما أسباب ننبه أسباب منها طول الفترة لهذه الموجة، هل هناك أسباب يمكن الحديث عنها بمقارنة هذا الوقت من العام بأعوام سابقة في نفس الوقت سيد جمال؟ هل نتحدث عن درجات حرارة طبيعية في المستوى؟ هي أعلى من المعدل وليست طبيعية، وفي الأيام الماضية كانت يعني في السنوات الماضية كانت الموجة الحارة تستمر 4 أيام 5 أيام، أقصى موجة حارة يمكن وصلت أسبوع إلى 10 أيام في عمان أو في الأردن بشكل عام، لكن هذه الموجة بنتوقع أنها تصير طويلة وطويلة جدا من حيث المدة الزمنية، وممكن توصل لنهاية الشهر أو بداية شهر 11 عفوا بداية شهر 8. إذن هي موجة طويلة، وأيضا من حيث درجات الحرارة متوسطة الشدة، هي استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة القادمة عبر الجزيرة العربية باتجاه المملكة. طبعا مصدر الكتلة الهوائية هي تقريبا منخفض الهند الموسمي أو السيزنال تراف، هو هذا الذي يؤثر على المنطقة في فترة الصيف دائما، وأيضا مرور هذا الهواء الحار من أصله، إذا أصل الكتلة حار وتمر أيضا عن منطقة الجزيرة العربية. الجزيرة العربية في هذه الفترة الزمنية أيضا مصدر للحرارة، وبالتالي بيوصلنا الهواء حار والكتلة الهوائية الحارة. طيب استمرار سيد جمال أعتذر منك للمقاطعة، أعتذر منك، ولكن نريد أن نفهم يعني أسباب الزيادة والتطرف في درجات الحرارة في فصل الصيف وأيضا في فصل الشتاء على العكس، ما الأسباب؟ هل نتحدث فقط عن تغير المناخ وتحدثت بأن الجزيرة العربية هي سبب لارتفاع الحرارة والموجات الحارة، هل هذا الوضع طبيعي؟ وفي القراءات المستقبلية ما المتوقع أيضا لربما بشكل أكبر متطرف في درجات الحرارة؟ هل إذا نظرنا إلى نظرة شمولية إلى العالم
ولما يشهد العالم من موجات حارة ودرجات حرارة شديدة وقياسية من سواء ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، وأيضا أمريكا وغرب أمريكا، وأيضا مناطق كثيرة من العالم، وحتى أيضا بعض المناطق في كندا، وأيضا جنوب الصين وفي مناطق كثيرة من الصين، وأيضا بالإضافة إلى الفيضانات والسيول اللي حدثت في كوريا الجنوبية وفي الصين وفي الهند، في هناك موجة حارة. والأمم المتحدة أو المنظمة العالمية للأرصاد الجوية العالمية حذرت، وأيضا مكتب الأرصاد البريطاني حذر منذ شهر 12 2022 أنه عام 2023 ستكون من أشد الأعوام حرارة. ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية حذرت في 4/7 ضمن تقرير لها، تقرير صحفي، أنه ستكون السنوات الخمس القادمة أشد حرارة. طبعا لسببين، السبب الأول هو زيادة انبعاث الغازات الدفيئة، زيادة تركيزها في الجو، زيادة الاحتباس الحراري، أصبحت درجات الحرارة بتسارع كبير جدا، وبالتالي ينتج عن هذه الوضعية تغير مناخي وأنماط طقس متطرفة. من أنماط الطقس المتطرفة هاي الموجات الحارة الشديدة، واللي بتسجل فيها درجات الحرارة درجات قياسية، وأيضا زيادة الأعاصير وزيادة أيضا الفيضانات. نعم. وبالإضافة إلى ذلك في فصل الشتاء الموجات الباردة والعواصف الترابية والرملية. أيضا يصاحب في عام 2023 عودة ظاهرة النينو مرة أخرى، لأنه تعتبر مناخيا أحمى 8 سنوات، هي من عام 2015 إلى عام 2022، وأحمى سنة كانت هي 2016، وهي على الإطلاق كانت بسبب وجود ظاهرة النينو. لكن بعد آخر 3 سنوات كانت ظاهرة اللانينا، اللانينا إلها أثر تبريدي، ومع ذلك حدث الارتفاع في درجات الحرارة. نعم. وسجلت درجات الحرارة ارتفاعات متوالية. الآن عادت ظاهرة النينو، وبالتالي نتوقع من الآن من عام 2023 أن يشهد العالم درجات حرارة قياسية، موجات حارة شديدة. وأيضا في نقطة أخرى بدي أركز عليها سريعا، تفضل سيد جمال. إنه أوقات الحرارة الشديدة هي نوع من والموجات الحارة هي من أنواع الطقس الطبيعية، لكن على المستوى العالمي وعلى مستوانا حتى في الوطن العربي أصبحت في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة أكثر شدة، أكثر تواترا، أكثر انتشارا، أكثر مدة زمنية بسبب الاحتباس الحراري. نعم، أشكرك. هذا كله إذن تفضل أكمل الفكرة. تتأثر بمعظم مناطق نصف الكرة الشمالي الآن من الكرة الأرضية. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا المستشار الجوي لطقس العرب السيد جمال الموسى، شكرا لك. عودة إلى موقع الحرائق في جرش، أرحب من هناك بمراسل المملكة أسامة المومني. أهلا ومرحبا بك معنا أسامة، كيف تبدو الصورة لديك أسامة؟ ونتحدث عن تصريحات بالسيطرة الكاملة على الحرائق، هل هذا موجود؟ أما بحمد الله بالفعل تمت السيطرة على هذا الحريق، ولكن يقوم في هذا الأثناء المئات من رجال الأمن العام والدفاع المدني بمساندة من وزارة الزراعة بيعني مكافحة هذا الحريق وعمليات التبريد لهذا الحريق منعا لتكراره وامتداده، ولكن هذه المنطقة وعورة هذه المنطقة وصعوبتها تصعب من عمليات التبريد. وكما تظهر الصورة خلفي إن كنتم باستطاعتكم مشاهدتها لآليات الدفاع المدني التي حددت عدة نقاط وبؤر للتعامل مع هذا الحريق. المئات من رجال الدفاع المدني الآن دخلوا سيرا على الأقدام إلى هذا الوادي، بينما قامت آليات وزارة الزراعة بفتح طرق زراعية تمهيدا لدخول هذه الآليات رغم صعوبة وعورة المنطقة. حتى اللحظة لم يتم يعني إحصاء وتقدير المساحات التي أتت عليها النيران خلال هذا الحريق الذي تجدد مجددا قبل أيام. اشتعلت هذه المنطقة وشهدت حرائق واسعة بين محافظتي إربد وعجلون، أتت على 1200 دنم من الأراضي الحرجية في هذه المنطقة، وكان هناك خسائر لمئات الأشجار من القيقب واللزاب والبلوط بحسب وزارة
الزراعة. خلال الحريق الماضي كان هناك مساندة من طائرات سلاح الجو التي ساهمت بعمليات إخماد هذا الحريق، وكان هناك المئات من الكوادر البشرية المختلفة لإخماد هذا الحريق. طبعا وبحسب مصدر أمني نقل للمملكة بأنه تم إلقاء القبض على شخص يشتبه به بإشعال هذا الحريق بوقت سابق خلال الأيام الماضية، ولكن المصدر رجح بأن تجدد اشتعال هذا الحريق اليوم بسبب الرياح ولربما بقية للحريق يعني السابق مع ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، هبات الرياح في بعض الأحيان قد يمتد هذا الحريق. عندما نتحدث عن محافظتي جرش وعجلون هي المحافظتان الأكثر غطاء للثروة الحرجية، في عجلون هناك 34% مساحة للأراضي الحرجية بقرابة 130,000 دنم، وفي جرش هناك 23% من مساحة المحافظة هي أراضي حرجية ب 93,000 دنم. هناك قرابة 80 طواف في المحافظتين يعملون على مراقبة الأراضي الحرجية في هذه المنطقة، يصعب عملهم لربما غياب الطرق الزراعية ويعني وسع هذه المنطقة اتساع هذه المنطقة وسعة هذه المنطقة. ولكن كما نشاهد في هذه الأثناء تواصل كوادر الدفاع المدني عملياتها. خلال العام الماضي انخفضت نسب الحرائق بمحافظتي جرش وعجلون وتحديدا عجلون بنسبة تصل إلى 90%، ولكن هذا العام للأسف بهذا الحريق يعني كان هناك مساحات كبيرة تعرضت للضرر بسبب سرعة الرياح. مصدر أمني حذر وأكد بأنه سيكون هناك تشديد ورقابة صارمة على كل من يقوم بمثل هذه الأعمال أو يتسبب بإشعال الحرائق لهذه الغابات هذه الثروة. المشاهد بحسب السكان هنا في هذه المنطقة كانت مؤلمة. خلال جولة لكاميرا المملكة التقت بعدد السكان بيّنوا بأن هذه المشاهد مؤلمة ومؤسفة. مئات الأشجار الحرجية المعمرة يعني قضي عليها إن لم يكن الآلاف بحسب السكان. نعم. أسامة أعود بك إلى ما ذكرته. مستمرة ومتواصلة. نعم. وأنا كبيرة حقيقة. أعود بك أسامة إلى ما ذكرته حول. نعم. مسألة التحقيق وحول وجود مشتبه به بافتعال هذه الحرائق قبل أيام بغض النظر عن التجدد اليوم هل كان بفعل فاعل أم لا، ولكن ما هي التحقيقات وما هي ربما الإشارات التي أشارت أيضا إلى هذا الشخص بأنه قد يكون فعليا هو من افتعل الحرائق؟ لأن وزارة الزراعة تتحدث عن الحريق الأول يوم الخميس وبعد مرور أسبوع، ونحن اليوم الأربعاء، هناك تجدد للحرائق لأربع مرات، اليوم هو الرابع أيضا. نعم، يعني حقيقة عبد الله المصدر الأمني اكتفى بأنه على الفور قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم بعد تحقيقات وعمليات بحث واسعة، وكان يعني بشكل سريع والتحقيقات جارية في هذا الأثناء، وبين بأن سيكون هناك بيان لمديرية الأمن العام خلال انتهاء التحقيقات ويعني اتخاذ الإجراءات المناسبة، وبين بأنه يعني المصدر وشدد بأنه لن يتم التهاون مع أي شخص يعني يتسبب بإشعال الحرائق في هذه الغابات، وأشار إلى أنه عادة يتم التركيز خاصة في فصل الصيف على مثل هذه المواضيع في محافظتي جرش وعجلون، يعني خاصة مع وجود مساحات كبيرة من الأشجار الحرجية ووجود تعديات أكبر في بعض الأحيان. ولكن كما ذكرت لك بأن التحديات خلال العام الماضي انخفضت بحمد الله، ولكن يعني هناك جهود صارمة ويعني عقوبات مشددة تفرض على كل من تسوي لنفسه الاعتداء على هذه الغابات بحسب مصدر أمني. وكما نشاهد الجهود الآن حقيقة هذه المنطقة وكما رصدت كاميرا المملكة صعبة جدا ووعرة، بالكاد تستطيع المركبات الثقيلة والآليات المخصصة لمثل هذه المناطق بالسير داخل الغابات، ولكن كوادر الدفاع المدني يعني سيرا الأقدام تقوم بمحاولة يعني إخماد هذا الحريق في هذا الموقع الذي نتواجد به، ويظهر جزء بسيط من الآليات والكوادر الموجودة. كلما دخلنا إلى الداخل أكثر يكون هناك انتشار أكثر للآليات وانتشار أكثر للكوادر الموجودة وحتى لكوادر وزارة. نعم. الزراعة التي رصدنا تواجدها. وكما ذكرت لك بأن هناك أعداد كبيرة يعني اتجهوا إلى الموقع سيرا على الأقدام محاولة منهم لتبريد هذا الحريق ومنع انتشاره وامتداده، ولكن لربما ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح وهبات الرياح في بعض الأحيان قد لا قدر الله تشعل الحريق من جديد، لذلك يعني يتم التبريد والتركيز على عمليات التبريد في هذا الموقع. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من موقع الحرائق في محافظة جرش مراسل المملكة أسامة المومني، شكرا لك أسامة. الآن أرحب مباشرة بمحافظ عجلون عطوفة السيد قبلان الشريف، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد قبلان سأبدأ معك بموضوع التحقيقات، إلى أي مدى الآن يمكن الحديث عن إشارات أولية عن سبب الحرائق الممتدة والتي تجددت اليوم في رابع مرة؟ سيدي يسعد مساك ومساء مشاهدي التلفزيون المملكة. بداية أنا بدي أجيز بموضوع أنه إحنا نهاية الأسبوع الماضي تبلغنا عن حريق في غابات منطقة جرش وعجلون، وكما حاط بنا الأخ أسامة من دول المملكة، وادي هو جدا كثيف وجدا
صعب ووعر ومنطقة غابات وتضاريسها صعبة جدا، لا يوجد طرق تسلكها الآليات، وإن سلكت الطرق لمسافات قصيرة جدا. ما ساهم في انتشار النار هو وجود أعشاب، أيضا درجة حرارة، وجود رياح ولو كانت بسيطة، لكن المنطقة أودية. وحتى عملية الإطفاء كانت أمس والطيارات صعبة، لأنه هناك في مرتفعات، منطقة مرتفعة ومنطقة منخفضة. أضيف إلى ذلك صعوبة تضاريس المنطقة، حتى من الصعب أن تفتح فيها طريق في الأودية والجبال. تم السيطرة عليه، للأسف عاد الحريق مرة ثانية مساء يوم الجمعة. تم السيطرة عليه باشتراك بين دفاع مدني عجلون وجراش، وكانت غرفة عمليات مشتركة مع عطوفة محافظ جراش وزملائنا في جراش، وبإشراف مباشر من معالي وزير الداخلية، وتم السيطرة على الحريق. ظهر اليوم للأسف الشديد تجدد الحريق لمرة ثانية. من يتابع المشهد تجد بأنه الحريق أيام العطل، يعني ما بين الساعة الثانية والثالثة. وهنا نحن نهيب إخواننا من يزور هذه الغابات، ويعني لغاية السياحة أو التنزه أو غيره، أن لا يشعل النار، لأن المنطقة وعرة، منطقة صعبة، منطقة لا يوجد فيها طرق، ومن الصعب أن نفتح فيها طرق في هذه اللحظة، ناهيك عن وجود أعشاب جافة كثيرة. سؤالك سيدي موضوع أنه التحقيقات، إحنا عملت مديرية شرطة عجلون وخاصة مجموعات الأمن الوقائي من أول يوم الأسبوع الماضي على البحث والتحري، وكنا إحنا موجودين على بنفس المنطقة اللي صار فيها الحريق، وجمع زملائنا المعلومات. تم التوصل إلى شخص وجرى التحقيق معه، والآن إحنا يعني في هناك تحقيق مشترك ما بين إخواننا في الأمن العام في عجلون وفي جرش، وإن شاء الله تعالى في حال الانتهاء من الإجراءات التحقيق سيتم الإعلان عن ذلك في حينه. نعم، طيب الآن في عمليات التجدد، وأشرت بسيادتك إلى أنه في أيام العطل، خلال هذه الأيام هل رصدت الأجهزة الرقابية في المحافظة والجهات المختصة أي تعامل غير أو سلوك غير في غير مكانه من قبل المتنزهين، لربما إذا كنا نتحدث عن فعل فاعل أو عن إهمال ربما من قبل المتنزهين في هذه المنطقة؟ سيدي المنطقة هي تحديدا يعني من الصعب التنزه فيها، لأن منطقة إحنا دخلناها على الأقدام، صعب أن تدخلها آلية، وحتى الآليات داخلة عفوا تكون آليات. إذا لماذا الإشارة هنا إلى أيام العطل وبأنه قد يكون هناك؟ هو إحنا يعني محتمل أنه يكون في ناس، يعني كثير ما نشاهد ليلا أو مساء مجموعة من الشباب على الأقدام تمشي 2 و3 كيلو و4 كيلو، وهذا ما شاهدناه يوميا في الغابات في عجلون، أنه 3-4 شباب بيروحوا يجلسوا في داخل الغابة يعني لمسافات طويلة، وهناك يصير مثلا يقضي نار لغيات الأرجيلة أو غيره أو المشاوي أو غيره والتنزه، ويعني الوقت الحالي يعني تترك جمرة تحرق غابة، لأنه في أعشاب جافة، في رياح، درجة حارة عالية جدا، وهذا يساعد. أيضا إحنا يعني البعد الأمني موجود سيدي، إحنا الآن المجموعات الأمنية موجودة بموقع من يوم وشغالين، وهناك في مؤشرات، وإن شاء الله أنه لن يفلت أحد من العقاب، وفي حال الانتهاء سيحال كل من تسبب إن ثبت ذلك للقضاء، وقضانا عادل سيدي، ولن نتهاون مع أي عابث يعني يعرض غاباتنا وما حبان الله من جمال الطبيعة من غابات وأشجار. وكما أشار الزميل أنه الأخ رأس المملكة الآن عجلون نسبة 73% منها غابات، وهي الآن الناس تقصد عجلون لغايات التنزه بهذه الغابات، وهي منطقة جميلة، فلن نسمح لأي عابث أن يمس جمال هذه المنطقة. نعم، ابقى معي سيد قبلان، أود أن أشير إلى أن هذه الصور مباشرة تأتينا من محافظة جرش من أماكن اشتعال الحرائق، ونرى آليات الدفاع المدني وكوادر الدفاع المدني التي تقوم بعمليات التبريد في هذه المنطقة للتأكد من عدم تجدد اشتعال هذه الحرائق مجددا لا قدر الله بعد عمليات التبريد. سيد قبلان، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الآن مستقبليا وتحديدا في المناطق الحرجية في محافظة عجلون، هل سيتم زيادة الكوادر؟ هل ستكون هناك إجراءات جديدة نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وأيضا توقعات خبراء الطقس بأنها ستستمر لربما إلى بداية الشهر المقبل؟
سيدي يجب أن يكون يعني عندنا دروس مستفادة من هذا الحدث. هو حدث ليس بالسهل، يعني أتى على غابات. فإحنا الآن يعني طلب منا مع الوزير الداخلية بإعداد تقرير فني ونوصي فيه ماذا نعمل لاحقا، سواء الآن أو لخطة مستقبلية. فيجب أن يكون هناك في نقاط إطفاء، يجب أن يكون هناك نقاط مراقبة، أبراج مراقبة، يجب أن تعزز محتمل في كاميرات، يجب أن يعني نرتقي عن الأسلوب التقليدي إنه إحنا عندما تشب الحرائق نأتي لنطفي. يجب أن يكون هناك في فكر استراتيجي إن كيف أن نحافظ على هذه الغابات في ظل تغير المناخ. الآن تحكي عن درجة حرارة مرتفعة جدا في عجلون وفي جرش، وفي عندنا موسم مطر عالي، عندنا أعشاب جافة، والعالم كله يعني الآن يتعرض إلى حرائق من في ظروف تغير المناخ. نعم. فيجب أن إحنا يعني نتوائم أو يعني نتأقلم مع هذا المتغير، وأن نضع خطط استراتيجية لمواكبة هذا المتغير، وأن نحافظ على غاباتنا وعلى ثروتنا الحرية. وإن شاء الله تعالى إحنا الآن عقدنا عدة اجتماعات المجلس الأمني والإخوان الفنيين وشغالين بالتعاون مع وزارة الزراعة، وهناك يعني من تعليمات وأمر من وزير الداخلية أن نضع خطط مسبقة لمعالجة أي طارئ إن شاء الله مستقبلا. الله يبعد عنا وعنكم أي أضرار إن شاء الله. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا محافظ عجلون جبلان الشريف، شكرا لك.